تغيير ديال الملكيه ديال السياره، هذا هو اللي جد مهم. عندنا تقريبا 400 الف تغيير في السنه، هذا 400 الف تغيير اليوم ياخذ ما بين 35 يوم و 65 يوم باش تكون عندك كاتيجوريز جديده. بالطبع بعض المرات تيوقعوا مشكلات دقيقه، يقدر يبقى 4 شهور 5 شهور لانه غادي، ولكن معدل ما بين 35 و 65 يوم. الرقمنه والبريد، العمل مع بريد كاش والبريد بنك الهدف ديالو هو نوصلوا ل 20 يوم، ل 20 يوم وما نبقاوش نفوتوا 30 يوم. المهم الكل هذا هو الهدف وحنا تنعملوا عليه، ولا نارسه خدامه من اجل هذا الشيء، وان شاء الله غادي نوصلوا لواحد المستوى اللي غادي يرضي المواطن المغربي. شكرا.